أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: الملك محمد السادس يأمر بفتح 35 مسجدا في وجه المصلين. أعلن التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. أمر أمير المؤمنين الملك محمد السادس بأن تفتح في وجه المصلين المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وذكر بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 أن عدد هذه المساجد يبلغ 35 مسجدا موزعة كما يلي: 10 مساجد جديدة، 17 مسجدا أعيد بناؤها، 8 مساجد أثرية تم ترميمها. وأضاف البلاغ أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد تبلغ 21470 مصل ومصلية، وكلفتها الإجمالية 240 مليون درهم. كنتم مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.